امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال افتتاح مشروعات الانتاج الثروة الحيوانية والألبان بمدينة السادات انه تم تأجيل رفع اسعار الكهرباء للمرة الثالثة، ده مراعاة لمحدودي الدخل وعدم تحملهم أعباء مالية، ده رغم طبعا ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة في العالم كله بمستويات كبيرة. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من دكتور محمد السبكي مؤسس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. بيكوا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني سيادة الرئيس أمس أكد على أنه تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، خلينا نعرف من حضرتك كده بداية ايه هي المواعيد او امتى المواعيد اللي كان من المفترض ان الاسعار ترتفع فيها؟ حضرتك من شهر من اعتبارا من الفاتوره اللي بتصدر في عن شهر يوليا، يعني كانت من الشهر القادم مفروض الاسعار الكهرباء تزداد بقيم مختلفه بنسب مختلفه على المستخدمين المختلفين، خاصه المستخدمين المنزليين والتجاريين اللي هم كانوا بعاد عن التكلفه الحقيقيه وكان بيصل لهم دعم تبادلي من الفئات الاخرى. ده اللي تم تاجيله، وده زي ما اشرتي حضرتك ده ثالث مره بيتم التاجيل تخفيفا على المشترك النهائي المستخدم النهائي للكهرباء، واللي هيتحمل هذا الفرق مش شركات الكهرباء انما هتتحمله الدوله من خلال وزاره الماليه. ففي الواقع الدعم ده هيجي من دافع الضرايب اللي هو كلنا احنا بصفه عامه، وده نوع من ال يعني المسؤوليه يعني الشامله علينا. طيب كلنا. دكتور محمد، حضرتك ذكرت دلوقتي قلت في دعم تبادلي، عايزين نفهمه اكتر، هل الناس اللي بتستخدم شرايح او الناس اللي في شرايح كهرباء اعلى الفاتوره ممكن تزيد عليها عشان تغطي التكاليف بالنسبه للناس محدود الدخل وكده؟ بالضبط، هي الشرايح هي تشرح بما نسميه شرايح تصاعدية، وده مطبق على المستخدمين المنزليين والمستخدمين التجاريين. والغرض منها أساسا إن في النهاية مجموع الفواتير يغطي التكلفة الحقيقية، وله غرض تاني أساسي اللي هو بيدي رسالة إن احنا نستخدم الطاقة بطريقة مرشدة، وبالتالي أنا كل ما بيرتفع كمية استخدامي للكهرباء يبقى الفاتورة بتاعتي بتعلى، وده نظام متعارف عليه في العالم كله اللي هو التعريف أو الشرايح التصاعدية. ففي مصر هنا كان الغرض منه هو تشجيع الناس على ترشيد الاستخدام، بالإضافة إن بعض الفئات بتدعم بشكل غير مباشر الفئات الأقل يعني من الناحية الاجتماعية والناحية المالية إنها بتغطي جزء من تكلفتهم. طيب دكتور محمد، يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك، يعني واتكلمنا عن أسعار الكهرباء في الدول الأوروبية بالمقارنة بأسعارها عندنا. هي مختلفة، هي أعلى في الدول الأوروبية لأنها بتعكس بشكل مباشر تكلفة الكهرباء نتيجة تغير تكلفة الوقود بالذات طبعا وتكلفة الاستثمارات، إنما التكلفة الأساسية هي اللي بتنعكس بشكل مباشر هي تكلفة الوقود، واللي هي تكلفة الوقود في معظم المحطات الحرارية الكهربية اللي معظم العالم بيعتمد عليها بنسب كبيرة جدا، الوقود بيمثل فيها حاجة ما بين 40% و60% طبقا لأنواع المحطات والتكنولوجيا المستخدمة فيها. ده خلى مثلا في الدول الأوروبية حاليا إن أسعار الكهرباء للمستخدم النهائي زادت ب 25% على الأقل على المستخدم النهائي. إحنا الحمد لله هنا في مصر نتيجة القرار بتاع إن إحنا إعادة هيكلة الأسعار هيؤجل تنفيذه سنة حتى العام القادم، حتى العام المالي القادم، المستخدم النهائي لن يتأثر. طيب خصوصا الشرايح الدنيا، الشرايح اللي هي كانت أسعارها
اقل من التكلفه واللي كان مفترض انها تزيد بعض الشيء. طيب دكتور محمد، عشان تكون الصوره برضو مكتمله واضحه للساده المشاهدين، مصادر انتاج الكهرباء معروفه، سواء الغاز الطبيعي من المصادر التقليديه او المصادر الجديده والمتجدده زي الرياح والطاقه الشمسيه، تكلفه الكيلو وات من الكهرباء كام بالنسبه لهذه المصادر؟ كان كام ووصل لكام خلال السنوات السبع او الثمانيه اللي فاتت؟ بصورة حضرتك من الطاقات المتجددة الأرقام دي حاليا بتتراوح في حدود 70 قرش للكيلو وات ساعة الواحد، في حدود 70 قرش. وده الشركات الكهرباء اللي بتعمل في مجال الطاقات المتجددة الرياح أو الشمس وصلوا لهذا الرقم نتيجة القرارات التي اتخذت من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوصول بهيكل الأسعار إلى التكلفة الحقيقية. التكلفة من الطاقات التقليدية الغاز الطبيعي وكده برضو بتبقى في حدود 75 قرش كيلو وات ساعة، ده في حدود يعني بتختلف مثلا من 65 لحد 80 قرش، إنما طبقا لبرضو كفاءة المحطات المستخدمة والعمر الافتراضي بتاعها. فاللي اقدر اقوله هنا كمان ان في الواقع ان تكلفه الكهرباء من المحطات التقليديه ومن الطاقه المتجدده بقت تنافسيه الى حد كبير، بس لا زال بيميز الطاقات التقليديه استمراريتها على مدى ال 24 ساعه. ده مش موجود في الطاقات المتجدده حاليا عشان لسه التكنولوجيا بتاعه تخزين الطاقات الكهربية الناتجة من الطاقات المتجددة لازالت تكلفتها عالية. إنما لو أذنتوا لي برضو أقول هنا إحنا في فترة زمنية ممتازة عشان نزود مساهمة الطاقات المتجددة، خصوصا إن المحطات الحرارية اللي بتعمل ال 24 ساعة موجودة بوفرة حاليا في مصر. يعني إحنا عندنا زيادة استراتيجية تزيد على 25% من احتياجاتنا، فهو ده الوقت المناسب جدا جدا اننا ازود من مساهمة الطاقات المتجددة دون اي خطورة على استمرارية التغذية الكهربية. واعتقد ان الدولة ماشية في هذا الاتجاه باتفاقيات مباشرة ثنائية او عروض تنافسية ما بين المستثمرين في هذا المجال، وبمشاركة أيضا مستثمرين وطنيين وإقليميين. طبعا دكتور محمد السبكي، هيا احنا بنشكر حضرتك على كل هذه الإيضاحات. دكتور محمد السبكي مؤسس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.